طيب هذا يأخذنا إلى محور مهم جدا، الشاب الذي أو المسلم الذي يرى الآن ويعرف أن الدعوة فرض واجب عليه حتى أيا كانت حالته، وبدأ يحاول أن يكون داعية، هل له أخلاق معينة؟ هل يجب أن يحاول أن يعني يجدد في نفسه بعض الأخلاق، الصبر، أن يكون ذا حلم، أن يكون ذا ديانة؟ ما هي الأخلاق التي يجب أن يتميز بها الداعية الآن؟ نعم، الله يبارك فيك يا شيخ عامر، جزاك الله خيرا. يعني انا ساجيب على هذا السؤال، لكن استاذنك يا استاذ عامر ان انا هبدا بطريقه عكسيه شويه. تفضل. كثير ممن يتركون الدعوه يقول السنه مش اهل لها، السنه انا عارف ان انا بزهق بسرعه وانا بتنرفز بسرعه وبتخنق بسرعه وبشتم بسرعه، فانا ما ينفعش الدعوه. لا، اقول له اذا كانت الدعوه تستوجب خلقا طيبا وحلما وصبرا ولينا ورفقا وبسمة وخلقا طيبا وإعراضا عن الذنوب، وأنت ترى أنك لست أهلا لها، لا أقول تترك الدعوة لأنك لست أهلا لها، لا، بل تخلق بهذه الأخلاق لتكون أهلا للدعوة. ما تعملش العكس، ما تقولش واحد مثلا الكلام ده بنشوفه على طول، واحد من الله عليه باللحية وابتلاه الله بشرب الدخان، في ناس انا عارفها كده، يعني ابتلاه الله بشرب الدخان يقول لك لا انا احلى لحيتي لان انا ما بشرب سجاير وما ينفعش اللحيه مع السجاير. لا، هو الحل انك تسيب اللحيه ولا تسيب السجاير؟ لا، تسيب السجاير واستمر على سنه نبيك عليه الصلاه والسلام. انا اقول كذلك، هل الحل ولو كنت غير متخلق باخلاق الدعوه الى الله جل وعلا ان تترك الدعوه أم أن تترك الخلق السيء؟ لا، أن تترك الخلق السيء. يبقى يفهم من ذلك إجابة على سؤالك المبارك الأستاذ عامر ربنا يحفظك، أن الدعوة إلى الله جل وعلا فعلا تتطلب الأخلاق، وأنا أقول إن أساس الدعوة هو الخلق، أساس الدعوة الخلق. يا أستاذ عامر، عدد المسلمين الآن في الأرض كم تقريبا؟ 1,950,000,000 قرب 2 مليار يعني. طيب حاول كده تشوف قسم المسلمين، من الذي دخل إلى حياض الإسلام عن طريق الدعوة القولية؟ من الذي دخل إلى حظيرة الإسلام عن طريق الجهاد في سبيل الله؟ وكم عدد الذين دخلوا إلى الإسلام عن طريق أخلاق المسلمين؟ هتلاقي 400,000,000 مسلم اللي في الهند دخلوا عن طريق أخلاق التجار، وال 350,000,000 مسلم اللي موجودين في اندونيسيا عن طريق اخلاق التجار، وال 50,000,000 اللي في تايلاند، وال 200,000,000 اللي في باكستان، وال 150,000,000 اللي في افغانستان، وال 100,000,000 اللي في تركستان. معظم اسيا الشرقيه والجنوبيه والجنوب شرق اسيا، معظم هؤلاء حوالي 1.5 مليار ما دخلوا الاسلام الا باخلاق التجار. كان محمد تاجر مسلم رايح مع زميله محمود مثلا تاجر مسلم، واخدين تمر رايحين في اقاصي الدنيا في الصين ولا في الهند ولا في اندونيسيا عشان يبيعوا تمر عشان يكسبوا دنيا، ده تجارب عمليه عشان يكسبوا دنيا. فمحمد فتح كشك بيبيع فيه تمر، ومحمود فتح نفس الكشك شكله بالظبط بس جنبه وبرضه بيبيع تمر. لا، محمد عمل حاجز كده عشان ما يقطعش عليه رزقه محمود، ولا محمود عمل دعايه وبدأ يشوش على محمد عشان ما يكسبش. لا والله، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا خلق الإسلام. هم دول راحوا ما قالوش الكلام ده لهؤلاء البوذيين، لا، إنما طبقوا ذلك عمليا، خلق عملي طبقوه. عمل إيه؟ واحد بوذي جاي يشتري تمر من محمد، باع له 2 كيلو تمر، بكام الكيلو؟ ب10، خد 2 كيلو ب20، خدهم ومشي. جه واحد تاني بوذي يشتري 2 كيلو تمر برضه من محمد، فراح محمد قال له طب بص جاري محمود ده هو عنده تمر زي بالظبط، روح اشتري منه. اشتري منه يا اخي، انا جاي اشتري منك انت. قال له انا بعت النهارده وهو لسه ما باعش، وانا كمسلم لابد ان احب له ما احب لنفسي، فاشتري منه عشان يبقى انا بعت وهو باع. يروح البوذي يضرب كف على كف يقول معقول؟ اثم اناس بهذه الاخلاق؟ في ناس فعلا تحب ان تاكل لقمه تقسمها مع من بجوارها؟ هذه الأخلاق أين هؤلاء؟ هؤلاء هم المسلمون. فدخل هؤلاء في دين الله أفواجا،
بمثال لهذه الأخلاق وجدوه مطبقا عمليا على أرض الواقع، مطبقا عمليا على أرض الواقع، فضلا عن الدعوة بالأقوال والهدايا والبذل وحب الخير لجميع الناس. إن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء رحمة لا أقول للمؤمنين ولا أقول حتى للخلق للناس أجمعين، بل للخلائق، رحيم حتى بالجمادات، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ألم يدعو رسول الله دعوة نصا نصا اللهم عز الإسلام بعمر بن الخطاب، يعني مش بأحد حب العمرين بس، لا ده النبي دعا كده بالضبط، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، فآمن عمر ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. يريد النبي الخير، يعني احنا مش بندعي ربنا يهلك الكافرين، لا احنا بندعي ربنا يهدي الكافرين، يأخذ بقلوبهم إلى رب العالمين، لكننا لابد أن نحول ذلك إلى دعوة عملية. أذكر يا أستاذ عامر